ومع موجة البرد نعود إلى حوادث الاختناقات بغاز، ولأكثر تفاصيل التحق معنا النقيب نسيم برناوي. أهلا بك نسيم برناوي. أهلا بك، صباح الخير. شكرا. إذن بدأتم بالحملة التحسيسية ضد مخاطر الغاز اليوم. نعم، اليوم والانطلاق الرسمي لفعاليات الحملة الوطنية للتحسيس من خطر الاختناقات بالغاز ومختلف الغازات المحترقة. الانطلاقة الرسمية عرفتها وشهدتها ولاية المسيلة، لكن عبر كل التراب الوطني أعطيت فعاليات هذه الانطلاقة الرسمية. لكن هذا لا يخفي أنه بدأنا في بعض الولايات في العمل التحسيسي، أنه خاصة في الولايات الداخلية وباب العليا، يعني شهدنا انخفاض رهيب في درجة الحرارة، وعرفنا أنه سوف يكثر استعمال وسائل التدفئة ومسخنات الحمام وكذلك المياه. لذا اخترنا هذا التاريخ لإعطاء الانطلاق الرسمي والفعال لهذه الحملة الوطنية تحت شعار معا من أجل شتاء دافئ وآمن خالي من الأخطار إن شاء الله. السنة هذه السنة الثانية على التوالي رأينا أن نشرك كل المتدخلين والفاعلين في هذا الميدان كصنع الغاز ونفطال. جمعية المجتمع المدني هي معنا، حماية جمعية حماية المستهلك وجمعية الرصاصين من المحترفين وكل من يضيف إضافة إيجابية في هذا المجال. هدفه هو إرسال وتوجيه رسالة للمواطن الأولياء وكل شرائح المجتمع في التقليل والحد من مختلف الحصيلات الرهيبة التي شاهدناها السنة الماضية. 132 حالة وفاة في 9 أشهر خلال هذه سنة 2019، منها 116 حالة فقط من مقتنيقين متوفين بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون، ناهيك عن الحصيلات التي سجلناها السنوات الماضية، إضافة إلى الرقم الذي نسجله ونقوم بإنقاذ الآلاف الأشخاص سنويا. سنة 2018 تجاوزنا 2000 شخص تم إنقاذه، لحد الآن سنة 2019 1578 شخص تم إنقاذه. ونعرف نحن تسممات بغاز أحد أكسيد الكربون ومن جمعنا من أثار ومضاعفات صحية. هناك كذلك الاختناق المزمن والاختناق الحاد، الاختناق الحاد اللي يؤدي إلى الوفيات، لكن الاختناق المزمن وتواجد كمية معتبرة من غاز أكسيد الكربون داخل المنازل، لكن العائلة والأطفال الجزائريين يقومون باستنشاق هذه الغازات، وغالبا مع مرور الزمن والسنوات تؤدي إلى مضاعفات صحية خاصة لدى الطفل. لذا يعني خلال هذه الحملات ومن انطلاقا من اليوم إلى غاية انتهاء موسم الشتاء، وبرنامج ثري، برنامج متنوع موجه لمختلف شرائح المجتمع، في برنامج عام وبرنامج خاص. كبرنامج خاص مع مختلف الشركاء كمديريات التربية مع مختلف الأطوار الدراسية، دور الشباب، مراكز التكوين المهني، الجامعات. وهناك عامل جواري وهو الأساس في هذه الحملة التحسيسية، وهو دخول البيوت والمنازل المواطنين وتفقد كيفية يعني في هذه النقطة. نعم. سيد نسيم برناوي، نعلم أن يعني فترة الصيف كانت طويلة نوعا ما، المدافئ كانت مطفئة، يعني فيما يخص يعني نظافة المدافئ ربما من الغبار أو مخارج النيران. نعم، هذا هو الشيء الأساسي في العمل الجواري، لأنه مع يعني تقريبا يعني الأسبوع الماضي كان درجة الحرارة مرتفعة، وأي يعني غالبا ما قليلا ما يكون التفكير في مراقبة وصيانة هذه الأجهزة التدفئة ومسخنة الماء، يتم استعمالها دون الرجوع إلى عمل الصيانة والمراقبة والتنظيف. الشيء اللي نهدف عليه يعني من جراء هذه الحملة التحسيسية وهو ضرورة مراقبة وصيانة هذه الأجهزة التدفئة، أو إذا تطلب الأمر تغييرها أو تغيير ما يجب تغيير فيها، وكذلك كيفية الاقتناء، أماكن الاقتناء من أماكن بيع معتمدة، وعلى المواطن أن يطلب شهادة الضمان حتى التركيب يكون من طرف أشخاص كفاء ومهنيين ومحترفين. أنه نعرف أنه تقريبا كلهم لهم درايات ومعارف في بعض الأشغال وما شابه ذلك، لكن الاستنجاد بشخص مختص يعرف دراية خاصة فيما يخص هذه كيفية التركيب وكيفية التوصيل وكيفية إعطاء نصائح للمواطن، يعني هي تقريبا يعني تكلفك ساعة في طيلة موسم الشتاء في كيفية التركيب وكيفية الصيانة أو التنظيف، وتؤدي موسم شتاء آمن ودافئ يعني لك ولكل العائلة. كذلك في البرنامج هو برنامج مخصص يعني لمستفيدين بالغاز الطبيعي يعني مؤخرا، وكذلك مستفيدين من سكنات من مختلف الصيغ مؤخرا، يوجه لهم برنامج خاص كذلك في هذا
الإطار حتى ينتهي موسم الشتاء، ونهدف من خلال هذه الحملة وهو يعني تسجيل صفر وفيات، لما لا نصل أن تسجيل صفر وفيات أو التقليل الحد من هذه الحصيلة. إن شاء الله. شكرا لك نقيب نسيم برنوي على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله شتاء بدون ضحايا.